لطالما وعدنا بأن ما نتطرق إليه من حالات إنسانية في برنامج للنشر لم ولن يكون مجرد مهمة صحفية إعلامية وإعلانية للبرنامج، بل أخذنا ونأخذ على عاتقنا مهمة متابعتها حتى النهاية. وهذه بعض الحالات الإنسانية التي سعى برنامجنا جاهداً لإيصال صرختها في محاولة لتجاوز المأساة التي يعيشها أصحابها، وبدورنا وضعناها برسم الجهة التي يفترض أن تكون معنية بالتكافل والتضامن مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع جمعيات أخرى تعمل تحت رايتها. وإليكم ما آلت إليه هذه الحالات من مصير. طلعت من السجن، صار لي 5 أشهر، رجعت انطلبت وأنا عندي ولدان وعندي مرة مضروب صدرها بالسرطان، مرة بالسرطان. أمي مريضة مع السرطان، وبي ما عملي شغل ومش هردي على الطريق، ونحن كل البلد ضيق انه نفوت على المدرسة. من سنتين انا وعم بركض، انه الصبي بده مؤسسة يوجد فيها تأهيل نفسي. على الهوى انا فيه اوعدك وقلك حتى من هلأ لأيلول، وهيدي بناء على تعليمات مباشرة من وعالي وزير الشؤون الاجتماعية الاستاذ وائل ابو فعور، هذا الطفل ابنك سوف يكون في مؤسسة بتأمن له الرعاية المناسبة. لماذا هذا العجز التام أمام إنقاذ الطفل إبراهيم من استمرار تعرضه للتحرش الجنسي؟ وهل يصعب عليك أيها المسؤول تأمين مأوى لطفلين مهددين بالتشرد؟ وماذا عن علي بليس أو طوني الذي لم ينعم بالدفء يوماً فتحول جثة هامدة من شدة البرد؟ كجمعية وكنادي لاينز بيروت فريدوم جربنا نساعد علي ومريم، بس لقينا أنه ما في تجاوب. بتأسف إليك وما بريد أقول أنه يمكن كلب برات لبنان بيتعامل أكتر من الوضع اللي هن فيه. أنا بتأسف جداً أنه وزارة الشؤون الاجتماعية عرفت وما عملت شيء. وهل تتحول الجسور إلى السقف الوحيد الدافئ لأشخاص مشردين وعجزة لا مأوى لهم؟ شو بدي أعمل أنا؟ لأنه ما عنديش بيت، قاعد من شر المطر، ناس أوادم بيجوا يعني بيحنوا علي، بيعطوني 1000 2000، بجمعهم بشتري دواء. كيف عمرك شفتي هاي الدولة بتساعد حدا؟ بدك معك انت تعطيهم؟ بقابة أقول لك وحكيت لك حكاية، قلت لك بمرق هودي بعطيها مصاري، بقول له جيب لي أخي، يرد لمصريات وما بزيد، وغراضي وأنا نايم، تيابي وقبصاني وبيجاماتي وحرمات سرقوهم.